السلام عليكم. تاني استخدام من استخدامات الفيم حسب البروجكت فيس اللي هو كوست استيميتنج او كوست استيميشن، اللي هو ان انا بعمل تقدير للتكلفه. ممكن اعمل الموضوع ده اثناء البلان، يعني ممكن واحد يجي يقول لي انا عايز بس اعرف المشروع ده هيكلف كام، لان انا داخل مناقصه وعايز اعرف ايه السعر المناسب اللي اقدر اقدم فيه المصر ديت. يعني انا خايف اقدم مبلغ كبير قوي المشروع ما اقدرش اخده، او اقدم مبلغ قليل فما اقدرش اعمل مشروع بالمبلغ ده واخسر فيه. فالكوست استيميشن مهم جدا، وممكن يبدا في اي مرحله، بلان، ديزاين، كونستراكشن، اوبريت، بس لو بدا في الاول خالص يكون احسن. يعني تكلفه ان انت تعمل كوست استيميشن هي في اي مرحله، فلو بدات من البلان هتكون اكثر استفاده. ده محتاج ناس تعمل موديل مبدئي وهيطلع لهم القيم، والميزه ان اي تعديل هيحصل الاوتوماتيك هو بيعدل القيم ويعدل الحصر. فموضوع كوست استيميشن من اكبر المزايا، وهو يعتبر بعد من ابعاد البيم، وهو البعد الخامس اللي انا بضيف التكلفه بتاعه المشروع. مش بس بقول عندي كام عمود والعمود هيقف عليا بكذا، لا، نقدر نفصل الشهادات مثلا هتبقى بكام، العماله هتبقى بكام، الخامات اللي هتيجي لو في شركه سب كونستراكشن هتعملها. بندخل في التفاصيل بحيث يديني رقم دقيق جدا، وبعد كده بضيف الربح بتاعي على التكلفة دي.